ولذا لو باعه مثلا، الآن في وقت هذا يوزن ليس صاعا، تصور لو أنه مثلا أعطاه تمرا مثلا نقول كيلو تمر، ليس مغلفا، قال بكيلو تمر مغلف، يجوز؟ لا يجوز. لما؟ لأن مع التمر الآخر ماذا؟ التغليف، فالوزن غير متحقق، الوزن غير متحقق، فإنه إن باع هنا تمرا بتمر لم يكن متساويا، لأن هذا التغليف ولو كان يسيرا قد يكون شيئا يسيرا، لكن لا بد من التماثل 100%.